بالروبيني وفيه البيس داخلة الدوار إن شاء الله، وفيه الجامع وفيه المدرسة. نعم إن شاء الله. وبعيد على إيغرفون واحد 3 كيلومتر على على السنتر على المركز ديال إيغرفون اللي فيه اللي فيه اللي طار اللي فيه الم... يعني مركز صحي. إن شاء الله، تنوعدك بأننا إن شاء الله غادي نجيو عندكم وغادي نقوموا بزيارة في المنطقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك حسن البديل، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. مرحبا بكم وكنشكركم كذلك أنتم. العفو العفو، هذا واجب هذا واجب. شكرا جزيلا لك حسن البديري، رئيس جامعة القروية إقر فروان بإقليم الحوز. حاولنا من خلاله، سمعنا الشكايات من قبل وحاولنا من خلاله أنه نسلط الضوء على هذه المنطقة ونعرف ما أنجز فيها وما زال ما يزال زال ينتظر. إن شاء الله نتمنى الخير لكل واحد يسعى إلى مصلحة العباد والبلاد. إذا مصطفى من مدينة دمنات على 0522-36-10-36، إذا كان باقي معنا على الخط مصطفى. مصطفى السلام عليكم سي حسين. مرحبا، كيراسي بخير. الله يبارك فيك، تفضل. نشكرك بزاف على هذا البرنامج. العفو سيدي، مرحبا. معك مصطفى من جامعة إيسولان. جامعة؟ جامعة إيسولان. إسندال. إيسولان إيسولان إيسولان. كان ما عمر عيط لي شي واحد لهاد الجامعة بحال لا باس عليهم في هذيك الجامعة بزاف. لأول مرة تنسمع. جامعة إيسولان مدينة دمات عملت الظلال. نعم تفضل أستاذ. كنشكرك بزاف. عندك عندنا طريق من من دمات حتى لجامعة إيسولان شي 50 كيلومتر بلا قدرون. نهار تكون الشتاء الحديد ما يدوش لدمنات بتاتا، خاص خاصه يدخل الحال عاد يجي لدمنات. نعم. وثاني حاجه عندنا الكوليج ما كاينش، كيقراو الدراري في المدرسه كيخرجوا من المدرسه صافي. اذا بغيتي تجيبوا لدمنات خاصك تشري ليه اولا شي حل اخر، ما كاينش ترانسفورم تما باش اللي غادي ترجع فيه وتعاود تجي. نعم. 50 كيلومتر بحال هكا بزاف تمام، زفتاش طريق ها البيست. نعم نعم. وكنشكرك على هذا البرنامج بزاف اخويا الحسين. العفو مصطفى، اذا المشكل اللي كاين في جامعة إيسولان هو الطريق. جامعة إيسولان هي الجامعة ديالنا وفيها السكان بزاف، ماشي نعم. ماشي جامعة صغيرة. المشكل هو الطريق. جامعة كبيرة والطريق اللي ديزا عندنا راه غادي تدوز ان شاء الله الورزازات. نعم. وكان جات واحد الشركة جداتها زعما وسعت الطريق مزيان، ومن بعد قالوا دوز هذه القوات السكوشين، من بعد قالوا غادي تجي غادي تزفت وما ما زفتوها ما بقاش تغلي حتى حد نتاوا. زعما راه داز ترى خرجت الورزازات راه كيدوزو كاع من السياح الورزازات بزاف ديال دوك المطار ودوك كاع. نعم هي منطقة سياحية ككل، إقليم ورزازات كله. وي زعما دوك كيدوزو من دوك المطار كات كاتات كبار يدوزو الورزازات. نعم. ولكن باقي ما نزفتاش، نهار تكون الشتا ما دوزش. نعم. تحصلتي في دمنات تبقى في دمنات. تحصلتي ليه في البلاد راك لقيتي تما ما طلعتش. واش ما دوزش بالمرة؟ لا الغيس صافي الطوموبيل تيحبسو، كان عندها الطوموبيل ما دوزش الطوموبيل. نعم. اللي كتكون شتا تسقط يدخل الحال. نعم. وهي راه جماعة تبقى تطلع الشمس واحد يومين ثلاث ايام. ما تخدمش. السلام عليكم اخويا الحسن، كنشكر بزاف على البرنامج. شكرا شكرا لك مصطفى من ضمن جامعة إيسولان بعمالة الظلال ومشكل ديال الطريق، وحسب ما وصفه يعني تتحبس تكون حظر ديال التجوال فرضه الطبيعة بطبيعة الحال والتقصير من طرف المسؤولين في منطقة دون أو أخرى. ما تنتكلمش على بالضبط أنا على دمنات، ولكن تنسمعوا شكايات كثيرة كيف أن الطبيعة تدير حظر التجوال. عفوا تدير حظر التجوال على يعني على الساكنة في بعض المناطق، إما بسبب الثلج إما بسبب الأمطار وغياب قنطرة إلى آخره. وكذلك ماشي الطبيعة فقط من اللي تكون إهمال بعض المسؤولين المحليين في بعض المناطق، وكأن الإنسان في بعض المناطق المغربية ما زال خاضعا للطبيعة. عبد الله من الفقيه بن صالح. نعم. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام، بخير. نعم سيدي. الله يبارك فيك، مرحبا بك. كنشكركم على هذا البرنامج. العفو عبد الله، مرحبا. مرحبا عليكم. تفضل. عندنا واحد الحالة في الدوار ولا الدريش، دائرة الفقيه عمالة الفقيه بن صالح، جامعة الحد البرادية. نعم. في ولا الدريش بالضبط عندنا فك العجلة. عندنا الدوار في الوقت ديال الشتاء.
كتصب كتشوفوا الناس من ما تيسيبوا الناس من يخرجوا ما تيسيبوا الناس من يخرجوا كيمشيو يأكلوا الفلاحة ولا يبغيو يجيبوا الحشيش ولا يبغيو يجيبوا شي حاجة ما كيشوفوش من يخرجوا نعم هذه من جهة وثانيا عندنا الوضع الحار عندك عندك مشكل في الهاتف عبد الله نعم عندك مشكل في الهاتف راه ما تنسمعكش مزيان مشكل في الهاتف راه حرف نعم سمعتي من الاول انا عبد الله راه ما تنسمعكش للاسف راه ما تنسمعكش مزيان عبد الله قلت لك في البدايه عندنا فك العزله ديال الطور انا سميتو لا تستولش هذا كلشي كيبقى مروق ما كيشوفو الناس من يخرجوا نعم لا بهايم ولا بنادم ولا كلشي واحد ما كيشوف من يخرج ثانيا عندنا مشكل اخر ديال الواد الحار نعم ما الواد الحار الواد الحار عندنا هو سميتو دايز الدراسه دايز كلشي وكامل دابا وما باش ندوجوه ما دوجوش المسؤولين انتوما واش تديروا المطامر حدا الدار كاريتو المطامر ولكن دابا الواد الحار دابا راه دار في الدراسه ديالو راه غادي يكون كيقولوا لنا لا لهذا العام لا لهذا العام وحتى حاجه ما كاينه نعم ولكن باقي انت تقضيو انتوما بالمطامر باقي كنقضيو بالمطامر ولكن كاين واضح هذيك فك العزله وداك الشيء ديال النجبالات ديال البهايم وسط الدوار وكيجي مع الوقت ديال السته كيجي الوقت خاسره نعم بزاف كاع ما كيشوفوا الناس من يخرجوا واضح واضح عبد الله من الفقيه بن صلاح رغم ان كنا تنسمعوك بصعوبه ولكن ما يعني نعطوك وقت ماشي مشكل نديروا واحد شويه المجهود باش نسمعوا ليك وسمعنا ليك بطبيعه الحال اذا كاين مشكل ديال فك العزله والطرقات ملي تتصب الشتاء الناس تيتحبسوا في ديورهم مشكل ديال الواد الحار والناس باقيين دايرين المطامر حدا الديور ديالهم رغم ان هناك وعود ويقول دراسات دارت من اجل مدهم بقنوات ديال الواد الحار ولكن لحدود الساعه ما كاين حتى شي حاجه هادشي بدوار ولاد دريس جماعه حد البراديه بالفقي بن صالح ناخذ حسن من مدينه اكادير السلام عليكم سي حسين وعليكم السلام ورحمه الله شكرا على هذا البرنامج العفو حسن مرحبا الله انا من اقليم الشوفه اجبع اللي تابع الاوزان نعم اقليم الشوفه اجبع نعم بارك الله فيك حنا تنعانيو شي زنازه عندنا في الدوار هنا شي اش زنازه بزنازه ديال الحشيش بائع المخدرات بارك الله فيك اش من دوار هذا حسن 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 تكلمتي من الشتوكا اي تباها ولكن ما تكلمتيش تحديدا الدوار اللي قلتي فيه بائع ومروجي المخدرات على اي نتمنى التحرك الامني يكون في مختلف المناطق المغرب بشكل مكثف وبشكل كبير جدا ضد مروجي المخدرات ضد المعتادين ضد اللي تسرقوا ضد النصب والاحتيال والتزوير الى اخره حتى ننعم بالاستقرار والامان في هذه البلاد تحيه كبيره الى رجال الشرطه ورجال الدرك الملكي اللي تقوموا بمجهودات جباره في ظل امكانيات متواضعه جدا وهذا هو النقطه السوداء والتي نتاسف عليها نحن كاعلاميين حقيقه ان ملي تلقى واحد الجهاز كبير كالامن الوطني والمهمه اللي عنده من اكبر المهمات واخطر المهمات هو انك تتساهم في توفير ماشي تتساهم انت اللي تدير الامن في المغرب صعب احنا متفقين ملي تنتكملوا على الامن والاستقرار تساهموا فيه الجميع من جمعيات من حملات تحسيسيه من اعلام وصحفيين الى اخره كل شيء هادشي تساهم في استقرار المغرب ولكن ملي تنتكلموا على رجال الامن تنتكلموا على مساهمه كبيره لرجال الامن الان قبل قليل يعني اليوم كنت جاي وبالصدفه جاي للخدمه بالصدفه لقيت الشرطه السياحيه الولائيه لمدينه الدار البيضاء بعض عناصرها موقفين واحد السيد والفضول الصحفي دفع لي انني نعرف شنو واقع يعني عنده مسدس فردي هو ديال البلاستيك ودايرو في جوا ومينوط مصوبو داير لي سناسل ديال الحديد الى اخره هو عير مصوبو بلاستيك وداير لي واحد السناسلات ديال الحديد تبينهم كم كوا انه ضابط ممتاز ولقوا عنده حاجز اوراق اداريه ثبوتيه ديال الناس عنده لاكارت ناسيونال مع عرض ديال من عنده اوراق ديال الموتور مع عرض ديال من على اين وتوقف على دري ودريه وتبتز الناس الى اخره
هاد السيد يعني سبق لي دار عمليات مادام لقاو عنده لاكارت ناسيونال ديال شي واحد ولقاو عنده الوراق الموتور ديال شي واحد الى اخره تيبتز الناس بهذه الطريقه ديال انه ضابط شرطه ممتاز يعني فردي ديال اللي جوا وشيء غريب غريب جدا. ولكن تمكنت الشرطة السياحية الولائية بمدينة الدار البيضاء من توقيفه بال يعني حقيقة أقولها لا نزكي أحدا ولكن العمل ما يزكي، العمل ما يزكي. الشرطة السياحية الولائية بمدينة الدار البيضاء تقوم بعمل جبار. لماذا؟ ماشي هكذا نقولها، لأنها تتحرك في مختلف مناطق مدينة الدار البيضاء من أجل استتباب الأمن. هي اللي كانت وراء توقيف التيمومي إلى ذكرته، لأن كنا التيمومي درنا عليه حلقة تقريبا خاصة تقريبا نصف ساعة وحنا تنتكلموا على التيمومي. هاد التيمومي هذا راه معتقل الآن. هاد السيد كان يعيت في الأرض فسادا بالمدينة القديمة، كان تغتصب، كان تضرب إلى آخره، يعني كان دار جرائم جنحية وجنائية خطيرة جدا، وزرع الرعب في كل أحياء ودروب المدينة القديمة. تخيلوا معي، كان تيجوز سيوفه وتدور وكأنه في بلاد السيبة. ولكن الشرطة الولائية السياحية تمكنات من الإيقاف ديالو. ولاد الشيخة، ما تعرفوا بولاد الشيخة، كانوا دايرين الرعب خاصة في شارع مولاي الطاهر العلوي بالمدينة القديمة فين كاينين المحلات ديال الذهب. تمكنت الشرطة السياحية بالأمس واليوم من توقيفهم. هنا ملي تنتكلموا على ناس تبغيو يخدموا، ملي تنتكلموا على ناس شغلهم الشاغل الوطن وراحة المواطن، تنتكلموا على مثل هذه الحملات اللي تيديروا الشرطة. راه ممكن ناس ديال الشرطة الولائية السياحية ممكن أنهم تيشوفوا ما يخصهم، يكون جروب ديال توريستيك يجي يرافقوه، هذه خدمتهم، يرافقوه وما يوقعوش اعتداءات على السياح الى اخره. ولكن الناس يمشيو تيشدوا ناس ديال المخدرات، يمشيو تيشدوا ناس يديروا السرقات والاعتداء بالاسلحه البيضاء، مشاو شدوا التيمومي بعد ما كثرت عليه الشكايات واصبح حديث الكل في المدينه القديمه، لدرجه ان الاعلام وحنا تناولناه في برلمان الشعب، فكان تحرك من الشرطه الولائيه السياحيه ووقفوا. اذا هي تحيه كبيره لافراد عناصر الشرطه الولائيه السياحيه، لانه عندما نرى مثل هذه التحركات الاستباقيه ولا الانيه فنرى غير على البلاد، ونرى ناس بغاو يخدموا البلاد وفقط. ونقول للأسف من بعض رجال الشرطة ورؤساء الدوائر الذين يتقاعصون، اللي مريح في البيرو وما بغي يدير حتى شي حاجة وتكتفي تتجي الشكاية وإلى هذا عاد الأمن. أنا ما غاديش نفسر الأمن، ولكن الأمن راه فيه ما يسمى بالحملة الأمنية الاستباقية، هذه راه كاينة، هذه أنا متأكد منها لأن حضرنا لرجال الأمن ودرنا معهم حوارات وفهمنا بعض الأمور. هذه الحملة الأمنية الاستباقية والله لو كانت ما غاديش يكونوا مشاكل. هاد الناس ديال الشرطة الولائية السياحية تيديروها بمدينة الدار البيضاء، واستطاعوا من وقفوا أخطر المجرمين في مدينة الدار البيضاء، وقفوهم